اهدى كده، خلينا نعرف نفكر. بقولك هطلقها يعني هطلقها، وطبعا هجوزها لك لانك انت من لحمي ودمي. ايه عاوزة ايه؟ البنت دي ما هي مثلة الدور وخلاص، مفيش فلوس تاني. ايه بتقول ايه؟ بتهددنا؟ هتروح تعترف لشيرين ان انا مقبضها علشان تمثل عليها انها ماشية مع جوزها؟ يا نهارك اسود ومهبب يا بابا، انت كنت بتخدعني وعايز تخرب بيتي طول الفترة اللي فاتت دي. انت زي بنتي تسمح لنفسك تتصنطي عليا وانا بتكلم في التليفون. رامبو كرا كراميل عايشين معك من مجانين ملة. او لو تعرف انا بحب الكلب الزعيم قد ايه، ده كفايه انه حيتويني دلوقتي عنده. وبقول له الكلام ده وتبح له بمشاعرك دي لما تقابله. هو حضرتك احنا يعني لمؤاخذة رايحين على فين؟ مارينا. طب ما لقيش معاك مايو زيادة، ولا المايوهات في الكلاب مقاساتها بتختلف عن المايوهات في القطط، ولا ايه؟ ولا انتوا بتنزلوا البحر بكلاسين اصلا مش مايوهات؟ هو انت ما بتبتسمش ليه؟ ابتسم. طب اقول لك نكتة. مرة كلب راح البحرين خد معاه مايوهين. ما تحرقش كتير معايا، فاهم يالا؟ طب سؤال واحد بس يا عم الكلاب، احنا رايحين فين؟ يعني انتوا هتخبوني فين؟ في بطن الجبل. هي عصابة الكلاب كلها هناك؟ مالكش فيه، الكلب الكينج ما بينساش المرشدين بتوعه. انت ناسي انك قدمت له صاحبك على طبق من فضة؟ ده انا لو كنت طول كنت اقدمه له على طبق من ذهب مش فضة. براوة عليك، قطه مخلص لاصحابه. مين ده اللي صاحب رامبو؟ ده حته كلب ما يسواش. يا ابو لسان قطط زفر، قصدك ايه يالا؟ ازعلك؟ الله 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 الله، ولا حاجه ولا حاجه يا عم الكلاب، في ايه؟ سيب يقت التيشيرت بس والنعمه، مقصود الكلاب كلها. ده انتم اعمامنا، احنا ماشيين على حسكم في البلد، ده نبحكم بيحسسنا بالامان والتفاؤل. شوف يالا، لحد ما نوصل الجبل على الله تفتح بقك لشقك. اهلا برجلنا من القطط كراميلا. ايدك ابوسها يا سيد الكلاب. بوس بوس، من حقك، من حقك تبوس ايد سيدك. وتاج راسي وتاج راس كل القطط من الحيوانات، كل القطط والكلاب، والكلاب والبعوض والفران، كله كله يا سيد الكل. احنا هنتويك هنا يا كراميلا لحد ما الشوشرة اللي حواليك دي تهدى، وهنأكلك ونشربك، ولو عاوز كمان نشغلك. ايدك التانية بوسها يا سيد المعلمين. كفاية بقى كفاية، بص الاولانية التانية ما تبسيتش، عشان خاطري، عشان خاطري حقق لي الامنية دي. ما تحرجنيش بقى يا كراميل. الله، ده نتحرق بجاز ومحرقش حضرتك يا كلب الكلاب. الواد ابن الجنية، كلب عقل الكينج، حلاوة حنية. القط ده مش سهل ابدا. عارفة يا بيتا جولييتا، انا هعمل لكم اكبر فرح في خرابات الكلاب كلها. عشان تلم نقطة هرشك انا يا حنكش الكلب. ايه رأيكم في الشبكة اللي جابها لي رامبو؟ شبكة مامته. وهي دي شبكة؟ امال فين مهر جولياس يا رامبو؟ في رقبتي يا حماتي طبعا. واحنا هنعمل ايه يا اخويا برقبتك؟ هيروح مننا فين؟ هيدفعوا يعني هيدفعوا، كل مليم هنصرفه في الفرح كمان هيدفعوا. انت عايز تدفعني كل حاجة؟ ما تقولي حاجة يا جولي. شوف يا حماية، شوف يا حماتي العزيزة، جولييت عندي غالية قوي، اتقلها بالألماز لو معايا، بس انا عامل ايه؟ ما انت عشان معاكش بتقول كده. هو الكلام عليه جمرك؟ يعني افهم من كده ان انت هتجيب لي كل اللي نفسي فيه وتعيشني في كومباوند؟ علي سقف احلامك. ليه لا؟ احلامي، يمكن في يوم من الايام نحقق حلمنا ده مع بعض ونعيش في الخرابة هايتس. الأحلام محتاجة عمل، محتاجة إخلاص في الشغل. شايفة الكلام المحترم؟ شايفة الفلسفة اللي ورا كلام باباكي؟ قدامنا مشروع الدرايف، السبوبة بتاعتنا اللي جاية، هتخلصوا فيه، هتحققوا كل اللي بتحلموا بيه. شايفة لو مشينا على مبادئ والدك دي هنروح كلنا في داهية. أنا كل اللي يهمني اني اعيش في مستواي الاجتماعي. وانتي الصراحة انتي والاسرة مستواكم يشرف. خلاص بقى كده اتفقنا، من بكرة تدق المزاهر يا ما شاء الله عليها، جولييت المزة ورامبو في ايديها. اشرب اشرب اشرب. اوف، ايه
المركب دي يا رامبو؟ هي دي اللي هنقضي فيها شهر العسل؟ ده انا مأجرها من عيال كلاب صيادين قطط وفران ولاد حلال جدا. هو ده الكومباوند اللي قلتلي عليه؟ مركبة مكسرة في الترعة؟ انت مش شايفة الجو الرومانسي اللي حواليكي ولا ايه؟ ناموس. ما تشوفيش الجانب السلبي يا جولي، شوفي الطبيعة، الزرع، الخضرة، قواقع البلهارسيا، الشمع اللي انا هولعهولك، الورد اللي انا قطفتهولك. انا جايبه من على شط الترعة على فكرة. اي ده ورد معفن. بالعكس، ريحته فكرتني بالطفولة. كان نفسي ماما نوعان تبقى معايا في اليوم ده، وبابا كمان. بابا في غيبوبة. بابا تايجر حبيبي يا بابا. ايه النكد ده بقى يا رامبو؟ اهدى، مش وقته الكلام ده. ايه، احنا هنقضيها عياط ولا ايه؟ شفتي بقى انك كنت ظلماني؟ انا مش متخيلة ابدا اللي عملته. ما انت عارفة انه ما بيحبنيش، مع اني والله والله ما بقبلوش، قصدي يعني ما بقبلش عليه كلمة قصاد اي حد. هو فعلا ما بيحبكش، بس انا نفسي اعرف ليه. ده احنا من ساعة ما اتخطبنا وهو كده. اكيد عنده عقدة مني في حاجة ما عرفش. ايه يعني ايه العقدة؟ ايه السر يعني ان هو ما بيحبكش؟ مش عرفني بقى، دي حاجات جوه البني ادمين. اصل برضو يعني صعب قوي ان يكون بابا بيكرهك كده من الباب للطاق. هو لله لله كده قاطم مني من زمان، معرفش ليه. طب ما تيجي نحاول معاه. نحاول ايه؟ هنخليه يحبني بالعافية؟ تحسي كده ان عقله الباطن رافضني مش عارف ليه. طب ايه رأيك لو نكلم دكتور نفساني في الحالة دي؟ فكرة عبقرية. هو فعلا محتاج يدخل مصحة ويتحجز. يتحجز عليه؟ يتحجز عليه ايه؟ انت بتهزر؟ طبعا بهزر، ده يحجز على اللي جابونا.